حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. يمن مونيتور: مواطنون يتظاهرون في صنعاء ضد اقتحام ميليشيا الحوثي لمنازلهم. الموقع بوست: نوبل للمرأة تطالب بفتح جميع معابر اليمن. المصدر أونلاين: وفاة مختطف في سجون الحوثيين في مدينة زبيد إثر التعذيب. ومن الأخبار المنوعة: مسابقة لاختيار ملكة جمال السجينات في البرازيل. أهلا بكم. جهاز الأمن القومي الذي أنشأه المخلوق صالح في وقت سابق أصبح الآن يد الحوثيين الطولة في اقتحامات المنازل وتنفيذ الاعتقالات، وفقا لموقع يمن مونيتور. حي بصنعاء ينتفض في مظاهرات غاضبة بعد مداهمات جماعية لمنازلهم. وقال الموقع: خرج عشرات اليمنيين صباح الاثنين في حي رئيسي بصنعاء في مظاهرات غاضبة احتجاجا على مداهمة منازل الحي بالكامل من قبل جهاز الأمن القومي الخاضع لجماعة الحوثي، وانتهاك حرمة منازل المواطنين وترويع أطفالهم. وقال أحد المشاركين في التظاهرة للموقع: كما في الأفلام تماما، بعد صلاة الفجر دخلت سيارة نوع هايلوكس عليها ملثمون، تتبعها ست سيارات مدرعة إلى حارتنا الواقعة في حي شيراتون. واستمر في حديثه لمراسل يمن مونيتور: وعلامات الدهشة والرعب ما زالت عليه، لم أصدق أن من يقوم بهذا العمل يمنيون، فقد كانوا يطرقون الأبواب، وعند خروج أي رجل يصوبون عليه السلاح ويسحبونه من منزله إلى الشارع بطريقة مهينة أمام أسرته، وفي وقت صعد عدد منهم إلى أسطح المنازل. وقال السكان للمراسل إن المسلحين فرضوا حصارا على الحي وأطوقوه من كافة المداخل، مانعين أي شخص من الدخول أو الخروج حتى الانتهاء من التفتيش. تجدر الإشارة إلى أن حي شيراتون يقع جوار السفارة الأمريكية، وكثيرا ما تحصل مداهمات كهذه ولكنها لحالات فردية. أما هذه العملية التي أرعبت الأطفال والنساء بشكل جماعي وبطريقة مهينة جدا، ما دفع الأهالي إلى الخروج في مظاهرات وقطع شارع شيراتون. وفي عنوان بارز لموقع الموقع بوست: نوبل للمرأة تطالب بفتح جميع معابر اليمن. وقال الموقع إن شخصيات حائزة على جائزة نوبل للسلام دعت التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن إلى فتح جميع المعابر البرية والجوية والبحرية على الفور لتقديم الإغاثة الإنسانية للمدنيين. وقال بيان صادر عن مبادرة نوبل للمرأة: إن الحصار المفروض على اليمن يحرم ملايين المدنيين الضعفاء والأبرياء من الحصول على الغذاء والوقود والإمدادات الطبية. وأدانت مبادرة نوبل للمرأة العقوبات الجماعية على الشعب اليمني الذي قالت إنه يعاني أصلا من العواقب الوخيمة لحرب لا يد له فيها. يشار إلى أن المبادرة أنشئت عام 2006 من قبل ست نساء حاصلات على جائزة نوبل لدعم المجموعات النسائية التي تكافح من أجل تحقيق العدالة والسلام والمساواة في العالم. عن الحالة التي وصل إليها مجتمعنا العربي، كتب حازم صاغية محذرا من المزيد من التفكك الذي يوصل المجتمع إلى أحضان الميليشيا. الحالات الميليشيوية التي يرتهن بوجودها مستقبل دول وشعوب بل مستقبل إقليم هي تفرعات عن قضايا مصيرية لا يستطيع أصحابها أن يتصوروا الكون من دون وجودها. وفي هذه الغابة يختلط العداء للاحتلال بالرغبة في إحراز الغلبة الأهلية على طرف آخر، مثلما يختلط تقديم الخدمات لنظام ما بتعفن اجتماعي يزعم الانتصار للأمة أو للدين أو للطائفة والإثنية. هذا الانحياز العاطفي المشترك إلى الميليشيا يملك أسبابه السياسية التي لا يرقى إليها الشك، من تراكم التجارب الفاشلة للدول الفئوية والمتسلطة في معظم بلداننا، ومن الخوف من الشريك في الوطن إلى تمجيد أهلي
حدثته وأدلجته الأحزاب الحديثة لقيم الرجولة والعنف والتزين بالسلاح. لكن الخلاصة العملية ترتد على تعدد الأسباب واختلافها إلى علاقة سيئة بيننا وبين الدولة التي كلما أردنا إصلاحها كسرناها وكسرنا المجتمع معها. فالوافد الطارئ من الخارج الذي هو الدولة بقي طارئا وخارجيا بفضل الحاكم الذي يبقيه هكذا، وبفضل كثيرين من المحكومين الذين لا يرون في الأفق دولة بديلة بل ميليشيا بديلة. والهزائم اليوم تسرع تحللنا إلى ميليشيات، والميليشيات تسرع إقطاعنا للاحتلالات، وهذا وذاك يعجلان في انهيار مجتمعاتنا. وهكذا دواليك بما يضيف إلى أجندة التحرر في منطقة المشرق العربي بندا سابقا على سائر البنود، بندا يشرط البنود المتبقية ويفوقها أهمية. تمارس الميليشيا التعذيب أينما توجهت، ووفقا لموقع المصدر أونلاين، وفاة مختطف في سجون الحوثيين في مدينة زبيد جراء تعرضه للتعذيب الشديد. وقال مصدر حقوقي إن أحد المختطفين توفي إثر التعذيب في سجون جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح في مدينة زبيد غربي اليمن. وأضاف للمصدر أونلاين أن الحوثيين خطفوا حسن سالم أحمد 25 عاما قبل نحو أسبوع، وأودعوه في سجن للجماعة في مبنى سكن كلية التربية الذي تم تحويله مؤخرا إلى مقر للتعذيب. وأشار إلى أن الحوثيين أبلغوا أسرة الشاب حسن بأن جثته في المستشفى العسكري بمدينة الحديدة. وبحسب المصدر فإن جثة حسن كان عليها آثار تعذيب وحشي أدى إلى وفاته في ظرف أيام قليلة فقط، لينضم إلى العشرات من المدنيين الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة تحت سياط التعذيب. وإلى صحيفة أخبار اليوم، العديد من العناوين وردت في الصفحة الأولى، وأبرز تلك العناوين: ميليشيا الانقلاب ترفض صرف نصف راتب لضباط جنوبيين يعملون في صنعاء، وعنوان: الشرطة العسكرية بتعز تنتشر في منطقة التوتر والوساطة تنجح في رفع عدد من نقاط الكتائب والصعاليك، وعنوان من مأرب: الميليشيا تعترف بمقتل قائد كتائب الموت بصرواح والجيش يحرر مواقع جديدة بهيلان، وفي تعز: مصرع قيادي حوثي والجيش يحبط سلسلة من الهجمات والطيران يغير على عناصر من الميليشيا بموزع ويقتل، وأخيرا عنوان من العاصمة المؤقتة: قوات أمنية تمنع وقفة احتجاجية وداعش يقتل مواطنا ويصفه بالمرتد. كان الربيع العربي المحاولة الأكثر تألقا للعرب لكسر الاستعصاء، وقد تم اعتماد استراتيجيتين خلال الربيع لم يحالفهما النجاح دوما. هذه واحدة من فقرات مقال كتبه السوري موريس عايق في صحيفة الحياة تحت عنوان: المعضلة العربية، الدولة والحرب الأهلية. ويضيف الكاتب: ارتبطت الأولى بمسعى النخب السياسية إلى الديمقراطية التوافقية التي تسمح لكل الأطراف بالمشاركة من دون أن تجد نفسها مهددة بالإقصاء عبر العملية الديمقراطية نفسها التي تحتكم حصراً إلى العامل العددي، مما يجعل النخب المقصية في ظل غياب الثقة المتبادلة جاهزة للتحالف مع النظام القديم في مواجهة ما تعتبره خطراً وجودياً يهددها. الخيار الثاني الذي تجلى في لحظة الربيع العربي هو الكتلة التاريخية أو التيار العام، التيار الذي يتمركز حول المشترك الثقافي العام بين المجموعات المختلفة ويبني عليه من أجل الوصول إلى توافقات واسعة تسمح لاحقاً بتطوير ممارسة ديمقراطية ومواطنة تتجاوز العصبيات الداخلية وتكون قادرة في الوقت نفسه على مواجهة الدولة المتسلطة وتقييد سلطتها. ظهرت الكتلة التاريخية خلال اللحظة الثورية بفضل التركيز على ما يجمع الناس وليس على ما يفرقهم في مواجهة السلطة. أفسحت اللحظة الثورية المجال للجميع بالتماهي مع الشعب عبر خلق مجال مفتوح وحر سمح للجميع بالتعبير عما يريدون ويحلمون من دون الشعور بالإقصاء والتهميش، وبالنقاش المشترك وبناء الجسور على أساس من القيم العامة والمشتركة، فيكون المجال المفتوح هو المكان الذي تجسد فيه الشعب في مواجهة السلطة. سريعاً ما وصل هذا الخيار إلى حدوده، ف
فما إن اختزل المشترك الثقافي إلى ثقافة الغالبية حتى انتهى إلى تكريس فكرة هوية الجماعة الأصيلة في مواجهة جماعات أخرى نظر إليها بوصفها دخيلة وغريبة، فعاد طيف الحرب الأهلية للظهور مرة أخرى. لا تتباين الاستراتيجيتان حول الطريق وحسب، بل أيضا حول النتائج المترتبة عليهما، لكن المهم هو أنهما تقدمان إمكانا حقيقيا لكسر المعضلة التي نعيشها كعرب. التاريخ هو الذي سيحكم على مسألة نجاح أو فشل المحاولات التي تنتهج إحدى هاتين الاستراتيجيتين. من هو السجين الذي اقتحمت ميليشيا الحوثي محكمة في محافظة إب لإطلاق سراحه؟ وفقا لموقع سبتمبر نت، أقدم مسلحون ينتمون لميليشيا الحوثي على اقتحام مبنى المحكمة الابتدائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب وتهريب سجناء حوثيين وآخرين متهمين بقضايا قتل. وكشفت وثيقة صادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة حصل عليها سبتمبر نت أنه أثناء تواجد القضاة بقاعة المحكمة في انتظار المساجين، جاءت مجموعة مسلحة وقامت بإطلاق النار على المحكمة وعلى سيارة المساجين والحراسة، وقاموا بتهريب عدد من السجناء. وأكدت الوثيقة، وهي عبارة عن محضر لتوثيق الحادثة موقعة من جميع القضاة، أن على رأس من تم تهريبهم عبد الوهاب الوشلي المتهم بقضية قتل بإحدى النقاط التابعة لميليشيا الحوثي في منطقة المحوى. وأكد أحد مرافقي المساجين أن الذين قاموا بالهجوم وتهريب السجناء هم من الحوثيين، وأنهم جاءوا حسب توجيهات من السيد حسب قوله. وذكرت مصادر أنه كان من المقرر إصدار الحكم النهائي بحق المتهم الوشلي من قبل محكمة بعد اكتمال المرافعات والشهود وإثبات ارتكابه الجريمة، إلا أن المسلحين أقدموا على تهريبه ومساعدته على الفرار. إذا ما الذي قالته الصحف العربية الصادرة اليوم عن أحداث اليمن وقضاياه؟ بالإضافة إلى منوعات صحف ومواقع عالمية، هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. يضطر كثير من اليمنيين، وكما تقول صحيفة العرب الجديد، لبيع مقتنياتهم وأثاثهم المنزلي لتوفير الغذاء ومتطلبات الحياة الأساسية، في ظل أزمة اقتصادية ساهمت بالقضاء على إمكانيات شريحة كبيرة من المواطنين الذين باتوا مهددين بالمجاعة. أم سامي تعتبر بيع أثاث منزلها وسيلتها الوحيدة للهروب من شبح الجوع، برغم من أنها تعمل في مؤسسة حكومية. تقول للعرب الجديد: كنا نحن الموظفون في القطاع الحكومي محظوظين، كوننا نصنف غالبا من الشريحة المتوسطة في الدخل، لكننا اليوم لا نجد ما نأكله، وهذا ما دفعني لبيع كل الأغراض المهمة وغير المهمة. أما الشرطي في الجهاز الأمني التابع لوزارة الداخلية بصنعاء عبد العزيز محمد فقد لجأ لبيع ما يملكه من أثاث ومقتنيات بعدما تراكمت عليه الديون، ويقول: بعت سلاحي الشخصي لشراء مواد غذائية لأسرتي وتسديد بعض من الديون المتراكمة، حتى الأثاث البسيط تصرفت به في سوق الحراج في منطقة الصافية لتوفير العلاج لزوجتي التي تعاني من مرض الصرع. يراهن محمد على انتهاء الحرب ليستطيع تعويض ما خسره خلال السنوات الماضية. تضيف الصحيفة: ظهرت في صنعاء والحديدة محلات وساحات متخصصة لتخزين قطع الخردة والعبوات البلاستيكية وبقايا الحديد والألمونيوم والأجهزة الكهربائية التالفة ليجري تجميعها وتصديرها إلى الخارج.
كشف مسؤول يمني حكومي احتجاز ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية شاحنة أدوية خاصة بالأطفال في محافظة إب، وبلغت انتهاكات الإنقلابيين بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية منذ بداية العام الحالي 48 انتهاكا، ما بين نهب واحتجاز وبيع في السوق السوداء وتسخيرها لما يسمى بالمجهود الحربي. وقالت الشرق الأوسط استنادا إلى وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إن الشحنة المحتجزة والخاصة بعلاجات الأطفال المخصصة لمحافظة الحديدة والمقدمة من منظمة رعاية الطفولة تم احتجازها في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الميليشيا الإنقلابية، مضيفا أن استمرار الميليشيا الإنقلابية في احتجاز ونهب القوافل والمساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية عمل إرهابي ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني. إذن ما الذي يجعل الليبراليين والتقدميين الغربيين يقعون في كثير من الأحيان في حب أشباه موغابي الكثيرين في العالم؟ ولماذا يبدو أنهم يتعلمون القليل جدا من خيبات الأمل المتعاقبة والحتمية؟ متى سيتوقفون عن الخلط بين الاستقلال الوطني والحرية الفردية وبين التحرير والحرية؟ هكذا يكتب بريت ستيفنز في صحيفة نيويورك تايمز، مضيفا في جزء من المقال الذي ترجمه علاء الدين أبو زينة من صحيفة الغد. في حالة موغابي استغرق الأمر حوالي 20 عاما من سوء الحكم قبل أن تقاطعه الحكومات الغربية، وفي مطلع هذا القرن كان الدكتاتور قد وضع زيمبابوي على مسار التدمير الاقتصادي والمجاعة واسعة النطاق بإجبار المزارعين البيض على مغادرة مزارعهم، وحتى في ذلك الحين كان لديه أنصار ومدافعون. بالنسبة لأشباه موغابي الآخرين، استبد فيديل كاسترو بكوبا على مدى عقود، لكنه تلقى الكثير من الإطراء في المراثي التي قيلت في وفاته العام الماضي. كانت النتيجة عقودا من الإحراج الأخلاقي لليسار، على الرغم من أنهم نادرا ما يعترفون به ولا يتفحصونه إلا لماما في بعض الأحيان. ويعني كون المرء تقدميا كما في القول المحافظ ألا يعرب عن الأسف أبدا. لقد واصلت زيمبابوي السير في طريق مظلم لوقت طويل جدا، بحيث لن يكون من الإنصاف توجيه اللوم إلى أي جهة سوى موغابي ودائرته عن المأزق الذي وصله البلد الآن. لكن لدى موغابي أيضا أنصار ومعجبون، ولعل مأساة زيمبابوي ليست سوى مجرد نسخة أكثر اكتمالا من قصة ما بعد الكولونيالية للتجارب الأيديولوجية الكارثية المصحوبة بوجود غرباء هللوا لهذه التجارب ثم نظروا إلى الجهة الأخرى عندما فشلت. وهناك حاجة إلى محاسبة هؤلاء أيضا، وتستحق البلدان الأفقر في العالم أفضل من أن تكون وعاء مختبر للخبراء الغربيين الذين يعرفون القليل جدا عنها، ومجالا لإطلاق الخيال بالنسبة للتقدميين الغربيين الذين يحلمون بما هو أكثر من الممكن، متمسكون بأرضهم ومواشيهم ويرفضون المغادرة حتى وإن اشتعل البركان. ذلك هو حال سكان منطقة مجاورة لفوهة بركان. ووفقا لبي بي سي، السلطات الإندونيسية قد تجلي بالقوة من لم يغادر منطقة الخطر. وقالت السلطات الإندونيسية إنها قد تقوم بإجلاء الأشخاص الذين رفضوا مغادرة منازلهم بالقرب من بركان جبل أغونغ في جزيرة بالي بالقوة. وقد ظل عشرات الآلاف من الأشخاص في مناطقهم قرب الجبل على الرغم من رفع درجة التأهب من خطر البركان إلى أقصاها، وما زال البعض منهم يشعر أنه بأمان، في حين يصر البعض الآخر على عدم ترك قطعان ماشيتهم خلفهم. وقال ستوبوبورو نوغروهو الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إنهم يدرسون تحديد دائرة الخطر التي تشكلها ثورة البركان بالنسبة لمن لم يتم إجلاؤهم من المكان، وسوف يتم إجلاؤهم بالقوة في حالة وجود حاجة إلى ذلك. وقالت أنا بارانوفا التي تعمل مع منظمة كوبرنيك غير الحكومية التي تساعد في جهود الإجلاء لبي بي سي، قالت إن مجموعتها تحاول جلب كمامات جيدة وأجهزة تلفزيون تعمل على الطاقة الشمسية لأغراض تقديم المعلومات للسكان في حال انقطاع الطاقة الكهربائية. أشهر مشرد في الولايات المتحدة والذي جنى ثروة طائلة تقدر بمئات الآلاف من الدولارات بعد أن ساعد سيدة توقفت سيارتها بوقود ثمنه $20،
اتخذ قرارا غريبا بخصوص 300 ألف دولار التي حصل عليها، فقد قرر أن يستخدمها لرد الجميل للفقراء. ووفقا لصحيفة البيان التي أوردت الخبر، فقد قال المتشرد الأمريكي الذي هو بحاجة ماسة للمال معلقا على ما قدمه للمرأة التي ساعدها قبل أسبوع: فقط أحضرت لها بعض الوقود حتى تتمكن من إكمال طريقها، لم أكن أتوقع شيئا مقابل هذا، هكذا حصلت على المال من الآخرين وعلي أن أرد الجميل، لا يمكنني أن أخذ ولا أعطي. وتابع: أريد أن أفعل الصواب، هذه الأموال أعطيت من أجل مساعدتي، فلماذا لا أساعد الآخرين ممن هم في مواقف مشابهة أو هؤلاء الذين يساعدون المحتاجين. وتقول الصحيفة نقلا عن شبكات تلفزة أمريكية: إن المتشرد كان عامل إطفاء ومسعف، لكنه تعرض لمشاكل في عمله وفشل في إيجاد سكن حتى وجد نفسه في الشارع. ومن الأخبار المنوعة القادمة من سجن في البرازيل ما ورد في موقع الهاف بوست: الفائزة هذه السنة في مسابقة ملكة جمال السجينات محكوم عليها ب45 سنة. وقال الموقع: يرفع سجن ريو دي جانيرو في البرازيل معنويات النزيلات بتنظيم مسابقة لملكة الجمال تشارك فيها السجينات ويكسبن هدية غريبة. وتابع الموقع: يشارك في المسابقة مصممون ومتخصصون في المكياج متطوعون، ويتم اختيار السجينات التي يتمتعن بسلوك حسن. وعن الفائزة هذا العام قال الهاف بوست: الفائزة في هذه الدورة محكوم عليها ب45 سنة سجنا بتهمة تشكيل عصابة لسرقة الشاحنات التي تحمل البضائع، والجائزة هي عبارة عن مروحة كهربائية وهي ثمينة جدا داخل السجن، فهي تستخدم لطرد البعوض وتوفر حياة أفضل للسجينة، كما تتمكن الفائزة من لقاء عائلتها بشكل متكرر. صور من أفريقيا: خبز مصر وقطن ساحل العاج وسيلفي مع جيش زيمبابوي. جولتنا المصورة لهذا اليوم من شبكة البي بي سي، نتابعها. وبهذه المجموعة من الصور للصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.